كائن حي بيشتغل بلا مقابل، عايز بس يرضيني. في مثل يا فندم بيقول لك صاحب كلب يحرسك ولا صاحب صاحب يقرصك. طيب، مفيش شك ان النهارده السبت 18 يناير 2014 القلعة الحمراء، النادي الاهلي المصري العريق يتعرض لأزمة، يعني في اقل تقدير زي ما بيقولوا. الأزمة دي سببها قرار وزير الرياضة طاهر ابو زيد بحل مجلس الإدارة وتحويله لنيابة الأموال العامة بتهم تتعلق بالفساد. والتطور اللي حصل انه بعد فترة قصيرة من اتخاذ هذا القرار يتخذ رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي قرارا اخر بتوقيف او وقف العمل بقرار وزير الرياضة، وده الامر اللي تحدثت عنه بعض المواقع الالكترونية والتقارير الاعلامية اللي دفع بطاهر ابو زيد الى اعلانه عن تقديم استقالته وكلام عن ان هو هيتقدم بيها صباح غد الحد 19 يناير. وهنحاول ان احنا نتواصل مع السيد وزير الرياضه. بحب ارحب بعضو مجلس اداره النادي الاهلي والمجلس المنحل، تعالوا نقول خالد الدرندلي. مساء الخير يا خالد، وشكرا للمشاركه معايا النهارده. لا ده شرف ليا. متهيألي يعني النهارده احنا بنتكلم عن النادي الاهلي، الملايين من عشاق القلعه الحمراء قاعدين حاسين ان ناديهم بيتعرض لازمه ومحتاجين يعرفوا. هعرف من وجهه نظرك ايه اللي حصل، وبعد كده نحاول نكلم حد نقول بالاسف، عايز اقول من الطرف الاخر. اولا يعني النادي الاهلي عايز اقول حاجه، ان هو مش فوق القانون ولا الناس زي ما الناس بتقول. احنا على فكره الناس بتدي صوره خاطئه عن اتجاهات مجلس الاداره وعن شخصيات مجلس الاداره. النادي الاهلي عمره ما قال انا فوق القانون، ولا عمره ما زي ما بيقولوا على راسه ريشه. احنا ماشيين حسب القانون وحسب اللوائح المحليه والدوليه. كويس قوي. فللاسف الشديد احنا يعني بقالنا فتره بنحارب حرب شعواء. احنا ماشيين في طريق زي الكتاب ما بيقول في كل حاجه. يعني النهارده هل ده غلط على النادي الاهلي ان هو عايز يمشي حسب اللوائح الدوليه؟ هل هذا خطا ان النادي الاهلي عايز يحافظ على حقوقه وعلى تنميه موارده من خلال القنوات الشرعيه؟ فده طبعا كله حاجات انا حاسس ان في حاجات شخصيه، يعني العمليه حرب شخصيه ما بين وزاره الرياضه وتصفيه حسابات. تصفيه حسابات شخصيه دي بقى يعني محتاجين يعني تفسير اكتر، يعني ما بين مين ومين طبعا. يعني انا بص انا احب اقول حاجه اولا بجد، يعني احنا لا احب اقول انها شعارات ولا بنقولها انها كلام يعني بنستجدي بيه الناس. لا، احنا اتعودنا في النادي الاهلي ان احنا عمر اخطائنا وعمر خلافاتنا ما بتطلع بره سور النادي الاهلي. احنا في مجلس اداره بندخل لو في قرار بيطرح علينا بنختلف، عمر ما في قرار بيدخل بناخده كله موافق، حتى بيبقى في نقاش، اوقات بتبقى فيه بالاجماع موافقه، اوقات بيبقى فيه اختلاف في الراي. بس احنا تعودنا من زمان ان قرارنا حتى لو اختلف فيه بنقول ان هو خدناك بالاجماع. بنطلع بره أوضة المجلس لو أنا مش موافق على القرار اللي اتاخد وحد سألني عليه بدافع عنه. ما بقولش، ما تعودناش إن احنا نقول أنا قلت وده قال لأ، وده الكلام ده مش صح. يعني في نوع من التوافق داخل مجلس الإدارة. خليني أكون صريح معاك، لأن أنت قلت كلمة شخصنة الموضوع، ويعني كل الناس اللي متابعة الحدث الرياضي وبالذات نادي الأهلي نادي كبير. طاهر أبو زيد كان نجم كبير جدا في فريق النادي الأهلي وفي منتخب مصر، ومعروف ان هو ربما يكون تعرض لبعض الظلم قبل فترة اعتزاله يعني، وشارك في انتخابات كثيرة في النادي الاهلي وكان رشح نفسه وكان عضو مجلس ادارة. هل النهاردة من وجهة نظرك هذا الموضوع له تأثير مباشر على قراره كوزير رياضة؟ وده حقيقي. ليه؟ هي بس بقول لك هي تصفية حسابات. انا النهاردة بدليل انا عايز اقول لك على حاجة. لو قلنا ان احنا اخر حاجة نبتدي بيها، مش هبتدي من الاول، انا هبتدي باخر حاجة اللي هي موضوع البث الفضائي. موضوع البث الفضائي ده النادي الاهلي جاي له حسب لائحة وزير الرياضة، حسب لائحة اتحاد الكورة، حسب لائحة الاتحاد الدولي، ان كل نادي من حقه يبيع فردي.
انا بحاول انمي مواردي. فاحنا بعتنا جواب للجهه الاداريه ان احنا في كراسه شروط عايزين نعمل كذا وكذا وهنطرح للبث. حطينا الكراسه فيها مباراه الدوري ومباراه افريقيا اللي يكون من حق الاهلي مباراه الوديه قطاع الناشئين حطينا يعني باكج عشان نعلي القيمه يعني. فبعتنا جواب لوزاره الرياضه قلنا لهم دي كراسه شروط زي ما بنعمل في اي مناقصه على فكره. اي مناقصه الفتره اللي فاتت لو تكون مناقصه بتتعمل في توريد ملابس لمده سنه موسم كامل اي حاجه بنبعت الكراسه للجهه الاداريه في حاله ما بتكون المده الكراسه دي او مده التعاقد تعدي مده المجلس المتبقيه. فاحنا الفتره اللي فاتت كان عندنا حاجات كتيره جدا مناقصات لتوريد ملابس لقطاع الناشئين توريد ملابس الفرق الكبيره يعني حاجات كتيره جدا بنبعت كراسه ومن ضمنها مساله البث الفضائي لنشاط النادي الاهلي بشكل عام. بالظبط كده فبعتنا كراسه الشروط وبعتنا بيها جواب قلنا ان يعني برجاء اعتماد كراسه الشروط المرفقه وهي عباره عن كذا 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 علما بان مده التعاقد تتعدى مدة المتبقية للمجلس الإداري. يعني الكلام كان واضح جدا وماشيين فيها قانوني جدا وزي ما بناخد على الموافقات على كل حاجة بعتنا دي خدنا موافقة. مفاجأة بتاني يوم لا ده مش من حق الغي الموافقة ده مش من حقكم ده انتوا المدة متعدية. طب ما احنا بناخد يعني موافقات على حاجات كتيرة زي بنفس المثيل يعني. ما بنتكلمش بقى على شق البث والفردي ومش الفردي احنا بنتكلم على كراسة الشروط والتعاقد لمدة تتعدى مدة المجلس. يعني في معايير معينة لمسألة التعاقد بالزبط. والكراسة بتنص على دايما ان المجلس ده فاضله شوية ويمشي ويبقى فيه بالزبط. مجلس اخر فده قانونا مشي لغاية دلوقتي ده طبيعي عادي خالص. فهل يعقل بقى ان انا النهاردة بعد ما خدت الموافقة بناء على هذا احنا طرحنا نزلنا في نفس اليوم جالنا الموافقة نزلنا اعلان في الجورنال زي الكتاب ما بيقول يعني تاني يوم جالنا ناس تقدموا المهم ان احنا عملنا المزايده دي يعني تاني يوم بقى جالنا جواب ان لا مدتكم تتعدى. طب ما هي متعديه في حاجات كتيره قبل كده اشمعنى دي يعني. وبعدين جالنا مشينا في اجراءاتنا جالنا 41 مليون جنيه احنا هناخد من اتحاد الكوره في لو دخلنا في الجماعي هناخد 6 مليون و300 طيب ال 35 مليون جنيه الفرق دول اضحي بيهم لصالح مين؟ فانت تحت يعني عنوان او هدف تنميه موارد النادي ما تقدرش تضحي بالفرق. خلي بالك احنا في حوالي 40 مليون احنا في وقت النهارده محتاجين كل قرش محتاج مفيش ايراد مباريات مفيش ده لسه جاي لك في حاجه تانية بس مش عايز اخلص النقطه دي الاول كويس. فاحنا فوجئنا بان حرب وان النادي الاهلي مش وطني والنادي الاهلي لازم يساهم في التلفزيون الوطني يساهم ازاي يعني انا راجل النهارده 35 مليون جنيه الفرق دول لصالح مين؟ طبعا طلع كلام بقى يعني كتير جدا ان كابتن حسن حمدي له علاقه بالشركه ومستشار ليها ومش عارف ايه. طب احنا عملنا مزايده لكل الشركات كابتن حسن علاقته بالشركه علاقه عاديه جدا هو الراجل كان قايل لنا من 13 شهر ان هم عارضين عليا ادخل معاهم شريك وابقى اكون مستشار ليهم او شريك او كده واحنا وانا رفض. لنفرض النهارده الشركات اتقدمت وكانت مزايده علنيه ما هياش بمظاريف على فكره يعني كانت قاعدين في قاعده كده ومفيش حد من مجلس الاداره حاضرها اللجنه اللي عدينا بتاعه المزايدات والمناقصات هي اللي حاضره لجنه البت وصلنا ل 41 مليون بدون تدخل اي حد والشركه اللي قبليها كانت فرق 250 الف جنيه يعني ثلاث شركات يعني يعتبروا قريبين من زي بعض يعني بالظبط. فهنقول بقى اصل دول يعرفوا طب الكابتن حسن لا حتى لو يعرف حد وجاب لك 41 مليون ايه المشكله يعني طب معلش ممكن المشاهد اللي بيتابع هذا الحوار يا خالد يبقى عايز يعرف كابتن حسن حمدي واعضاء مجلس الاداره رد فعلهم ايه من ساعه لما سمعوا بهذا القرار لغايه هذه اللحظه؟ والله عايز اقول لك حاجه احنا مجرد ما سمعنا احنا قبليها بشويه كنا قاعدين انا والكابتن حسن بالصدفه يعني اللي هو حسن مسعود مدير النادي كنا بنناقش بعض الامور بخصوص البث الفضائي والحاجات دي هي والمباريات اللي جايه وبعدين انا قلت بس انا عندي مشوار غدا وراجع فمصافد ما طلعت من النادي سمعت الخبر فرحت المشوار ورجعت على طول رجعت للكابتن حسن تاني في المكتب لقيت بقى
خالد مرتجي والمجموعة كلها اجتمعت يعني. وقول عايز أقول حاجة، إحنا ما كانش بعض الناس قالوا في بعض القنوات إن إحنا بنعمل تجهيز لبعض البلطجية وهنوقف مش عارف نعمل إيه وهنمنع دخول اللجنة وهنعمل، عايز أقول لك إحنا ده بعيد كل البعد عن النادي الأهلي. يعني أنتوا النادي الأهلي يمكن يعمل كده. الأعضاء مجلس الإدارة اللي هم الكابتن عادل هيكل ومن معه طبعا كانوا على الساعة رحب يعني، مفيش مشكلة ودخلوا مفيش مشكلة، إحنا كلنا هنمشي في إجراءاتنا القانونية عادي وهنمشي في شكوتنا اللي إحنا ما بنكرهاش، كنا هنعمل شكوى وكنا هنشتكي وكنا هنمشي في إجراءات قانونية دي حاجة، وإن إحنا يبقى شكل النادي الأهلي مصان، هي دي ده الاهم. احنا كناش هنعمل بقى شغل اللي بيتقال عليه بلطجيه ونمنع دخول وكده. طب الشكوى خالص. دي كانت هتبقى في اي اتجاه؟ في اتجاه السيد رئيس الجمهوريه والسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والاتحاد الدولي واللجنه الاولمبيه الدوليه يعني كان الموضوع هيمشي بشكل. تطلع بصراع داخلي الى ما هو ابعد للاتحاد الدولي لكره القدم، هل ده ما هو ده يعني ده ضد لوائح الاتحاد الدولي وضد لوائح اللجنه الاولمبيه، ان انت ما تقرش حاجة إلا ما يكون معك حكم قضائي وما ينفعش تدخل الجهة الإدارية. وبعدين أنا عايز أقول حاجة تانية، إحنا الدستور اللي النهاردة كلنا صوتنا عليه وقلنا إن ده بداية جديدة لعصر جديد في مصر، المادة 75 من الدستور الجديد بتقول للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الاختيار وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي. آدي الدستور بتاعنا اللي هو اتطبق من الساعة 6 النهاردة. المادة 84 في نفس الدستور بتقول ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة كويس. وينظم القانون شؤون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية. يعني أنا ما عملتش حاجة ما قلتش حاجة غلط، الدستور بتاعنا بيقول كده، وزارة الرياضة المفروض أن هي اللائحة بتاعتها ما تحلش مجلس الإدارة إلا بحكم قضائي، الاتحاد الدولي لكرة القدم نفس القصة، اللجنة الأولمبية الدولية اللي هي كلنا بنمتثل ليها طالما إحنا أعضاء في هذه اللجنة لازم نمتثل، مصر عضوة في الأمم المتحدة، هل النهاردة هتخالف مواثيق الأمم المتحدة؟ المفروض لا طبعا، خلاص إحنا نفس القصة. واللجنة الأولمبية الدولية بعتت لوزارة الرياضة وبعتت للنادي الأهلي قالت لنا اعملوا لا يعمل باللوائح الحالية، إيقاف اللوائح إلى حين إصدار قانون جديد ولوائح جديدة وفقا لحاجة، كل مجلس إدارة يعمل لائحته ويقدمها للجمعية العمومية يعتمدها ويوديها بعد كده لوزارة الرياضة تعتمد. يعني ما ينفعش النهاردة إن أنا نادي أهلي، يعني مع احترامي لكل الأندية أنا ما بقولش النادي الأهلي مختلف، ولكن النادي الأهلي مثلا بيتعامل بيلعب 11 آية 19 لعبة، عندنا حوالي 150 ألف أسرة، عندنا 3 فروع، عندنا واجب وطني في كل المنتخبات وفي كل الكلام ده. ما ينفعش النهارده اقارن جمعياته العموميه واقارن لائحته بنادي صغير في الاقاليم عنده لعبه واحده وما فيهوش 200 300 عضو. بس ممكن تتقارن بنادي الزمالك. بالظبط. والناس بتسال النهارده هو ليه رئيس الوزراء الغى قرار الوزير بشان النادي الاهلي وما عملش حاجه في حاله نادي الزمالك؟ دي انا بتكلم، انا دلوقتي بص استاذ محمد انا النهارده بتكلم على حاجه الورق بيقول كده النهارده. انا طبعا ضد حل مجلس اداره الزمالك، يعني عايز اقول حاجه، هو مجلس اداره الزمالك النهارده لما ممدوح بيه عباس يتحول اموال عامه وهو راجل متبرع لنادي الزمالك بعشرات الملايين، هل يعقل النهارده اقول له انت عملت مزايده مش عارف ايه؟ وانا مش قادر اعرف يعني كان كله. ما انا كراجل كمواطن وكاعلامي محتاجين يعني ان المساله تبقى واضحه وشفافه اكتر من كده بكتير. اللي بيتنقل الراي العام شعارات مضلله، الاستقاء بالخارج، مش عارف دوله داخل الدوله، كلام كله بيستفز الناس، كلام بيستفز الناس. طب لما جت عهر ابو زيد كوزير للرياضه علاقتكم ايه كراجل انت نادي الاهلي يعني نادي كبير جدا القلعه الحمراء بوزير الرياضه، هل حصل اي تقارب تواصل؟ احنا رحنا باركنا الاستاذ طاهر ابو زيد اول ما بقى وزير رياضه، رحنا له بكل اعضاء المجلس وكابتن حسن حمدي وكابتن الخطيب كانوا معانا ورحنا كلنا وباركنا له، ويعني احنا مشينا صح
انما بعد كده عملتوا الاصول يعني عملنا الاصول طبعا وبعد طبعا وما كانش في اي حاجه بعد كده المفروض ان هي كانت تقلب الصفحه على طول ونبص للمصلحه العامه كون بقى ان انا بعد كده عايز اعمل لائحه حسب الميثاق الاولمبي ما بيقول دي حاجه ما تزعلش انا بنهض بدل لصالح مين كون ان انا عايز اجيب 41 مليون جنيه للنادي الاهلي هي فلوسي داخله اجيب كابتن حسن ولا خالد الدرندجي ولا كابتن الخطيب ولا خالد بورتاجي ولا مش داخله في جيب حد الفلوس داخله النادي الاهلي النادي الاهلي يا استاذ معتز 19 لعبه النهارده وعندنا واجبات اجتماعيه وثقافيه ورياضيه وعدد عندنا ما يقرب من 20,000 ناشئ نصرف على الكلام ده منين من اشتراكات الاعضاء وبعدين يعني انا عايز استقواء بالخارج والكلام ده كله حاجات مضلله للناس انما لما تشوف حتى الاتهامات اللي هي موجهه لينا في القرار اللي طالع النهارده حاجات تضحك بس موقفكم في حكايه البث الفضائي يعني يطرح سؤال استاذ خالد دوندلي على ان النادي الاهلي لا يعني يهتم بالقرارات وبياخد قراراته بنفسه وكانه عايز يقعد في يعيش في كده في منظومه بمعزل عن الدوله انا ما بمشيش يعني كنادي اهلي عمرنا ما بنمشي بره اللوائح احنا ما دام جوه اللوائح احنا ما نخافش من حاجه احنا ماشيين جوه اللوائح الداخليه والخارجيه يعني احنا ما بنعملش حاجه مختلفه ما عندناش اي حاجه تقول ان احنا بنعمل حاجه بتخالف اي لا خالص احنا زي ما بقول لحضرتك كده احنا قبل ما بناخد اي قرار بندرسه قانونيا ولا لوائحيا وكل حاجه ما بنعملش حاجه هباء كده خالص يعني موقفكم من البث الفضائي وحقوق التلفزيون المصري طبعاً. هل الامور دي واضحه وضوح الشمس انا عايز اقول لك لما يكون النهارده الـ 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 عشان بقول ان الموضوع فيه حاجات شخصيه ان انا اتحاد الكره باع ما لا يملك اتحاد الكره مش من حقه اللوائح عندي كل اللوائح بتقول الحق النادي الاهلي بيع سواء لائحه اتحاد الكوره لائحه وزاره الرياضه نفسها ولائحه اتحاد الدوري طب النقطه دي عايزين نتكلم فيها بالتفصيل اسمح لي ان انا اتوقف عند استراحه اعلانيه قصيره ونرجع نتكلم في الموضوع ده لان الاستاذ خالد الدرندني لسه قايل ان اتحاد الكوره يبيع ما لا يملك هل ده صحيح هنتحاور معاه بعد الفاصل خليكم معانا اوعوا تروحوا في اي حته برحب مرة تانية بضيفي النهاردة خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي طيب الوقت سؤال مهم وهو خاص بيعني موارد النادي الأهلي بمسألة قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف قرار وزير الرياضة ده هيضعكم برضو مرة أخرى في دائرة الاتهام بأن أنتم يعني دولة عندكم باور في المجتمع مش باور ولا حاجة هو من يسعى لحقه هو ده الصح إنما هنقول بقى ما هدي بقول لك دي الشعارات المضللة إن إحنا دولة جوه دولة إنما إحنا بالناس بنسعى لحقوق النادي الأهلي اللي انتخبنا من أجلها يعني لما وزير يحل مجلس الإدارة الساعة 3 وبعدين الساعة 8 ويحيلوا لنيابة الأموال العامة هو الحقيقة يعني أنا كان يعني أنا بص أنا الحقيقة ما أحبش إن أنا أطلع أتكلم على حد ولا أنجرح فده مش ما تعودناش على كده في النادي ولكن أنا بفسر وبوضح الصورة لا بجرح في حد ولا بغلط في حد ولا ده سكتنا خالص إنما القرار الحقيقة مش صائب والقرار كان لازم يدرس لانه القرار المستند ايه يعني من ضمن هتعملوا ايه في الاتهامات يعني وتحويل مجلس اداره يعني لنيابه الاموال العامه مجلس اداره حمدي عن تنفيذ الاحكام النهائيه الصادره من السلطات القضائيه ومنها مئات الاحكام التي تتعلق بالعضويه النهارده حضرتك بعض الفئات المستثناه اللي هي بصينا لقينا الصحفيين القضاء العاملين بالشباب الرياضه العسكريين كل دول من حقهم يدخلوا النادي الاهلي بقيمة الاشتراك السنوي من غير الإعانة الإنشائية. يعني الاشتراك ب 120,000 هو يدفع 500 جنيه ويدخل يبقى عضو في النادي الأهلي. طيب مين فاضل لما أنت شلت الاستثناءات دي كلها؟ فاضل مين؟ وبعدين إحنا لينا نسبة. النسبة دي نسبة مش عارف 1 أو 2% من اللي أنت بتاخدهم كل سنة. اللي داخلين علينا عدد كبير جدا جدا جدا. أنت لو بتقبل في السنة 200 عضو هتاخد مفروض 2% منهم اللي هم 4 اللي بيدخل لك حوالي 400 ما تقدرش تاخدهم كلهم وبعدين انت بتحاول تقلل على قد ما تقدر عشان تنمي مواردك انت عايز تاخد الاقصى يعني انا جاي لي واحد ب 120,000 جنيه اسيبه واخد ابو 500 جنيه فاحنا لا. لما بنعمل كده بنعمل حتى لو هو يعني حتى لو في احكام الناس مش فاهمه ان احنا بنقبل بس
وذين او من في حدود النسبه المقرره اللي ما يخليكش انت تخسر موارد بالظبط. لا والنسبه المقرره اللي مقرها لائحه وزاره الرياضه انا ليا نسبه اخد فيها ما اخدش كل المجموعه من المستثناه وتفلس انا بقى وتفلس انت واخد بالك فليا نسبه انا باخد النسبه دي هم اتهامات تانية زي ايه فالناس طبعا زعلانه بتروح يرفعوا علينا احكام قضائيه ما بننفذهاش واخد بالك الحاجه الثانيه صدور قرارات بمعنى بيرفع عليك احكام قضائيه وبياخد حكم على النادي الاهلي في بعض الناس خدت احكام بس ما درستش من الجهه اللي حكمت انها ان دي من خلال نسبه معينه واحنا هناخدها في الدور بتاعها وممكن ما ناخدهاش مع العدد كبير فانت ما بتنفذهاش يعني اذا كنا ما نفذناهاش حفاظا على النادي موجوده في المحاكم بالزبط. يعني اصل النادي كله قد كده النادي النهارده لما تيجي تقول لي انا هاخد 400 واحد في السنه فئات مستثناه خلاص ما النادي هيقفل بقى خلاص انا ما اقدرش اخد كل يعني لو انا بحط في البوليسي بتاعتي او السياسه بتاعتي ان انا هاخد مثلا النهارده السنه دي هاخد 200 عضو ما ينفعش اخدهم كلهم مستثناه انا ليا لائحه ماشي عليها باخد اللي ينمي مواردي ال 120,000 مش ممكن هاخد ابو 500 جنيه تمام يعني وبرده هي كقانونا ودستوريا برده لازم يعاد النظر فيها كويس بس دي حاجه اقول لي كده الاتهامات الثانيه صدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الاداره من التصرف في اموالهم طبعا هو يقصد بيها الكابتن حسن حمد. الكابتن حسن دي شكاوي مقدمه ضده اتحفظت كذا مره قبل كده المره دي اتقدمت نفس الشكاوي لم يصدر بيها حكم قضائي وحاجه معتاده يعني اتعملت النهارده ما ينفعش ان انا حضرتك اقدم فيك شكوى واجي اقول انت مختلس او انت او اي حاجه لازم تتحقق ويحصل حكم قضائي ما صدرش حكم لحد دلوقتي فازاي اتجنى على حد وهو لم يصدر ده ضد حكم قضائي تمام دي حاجه امتناع مجلس حسن حمدي عن صرف مستحقات واجور العاملين لمده تجاوزت 6 أشهر طبعا الكلام ده عاري من الصحه ان انتوا ما بتصرفوش مرتبات العاملين اولا انا شهور. عملت هيكله كنت مكلف بيها من قبل مجلس الاداره وقدمتها لمجلس الاداره واعتمدت والناس زادت زيادات رهيبه وبقت بقى في كل واحد بياخد مبلغ كويس ما بقاش متقطع بياخد مبلغ في ايده وبياخد 7 أشهر مكافئات 4 حوافز وثلاثه على عيد والعيد ورمضان بجانب ان لو خدنا افريقيا او دوري بيتصرف لهم كمان شهر ده غير بقى الدعم الحكومي اللي انتوا بتاخدوه لما بتاخدوا اللقب الكلام ده غلط ليه لان العاملين كان لهم اشهر من السنين اللي فاتت صرفوها كلها فاضل فيها 3 أشهر او 4 أشهر المرتبات عمر ما في عامل من خلال السنوات دي كلها في عز الازمه اللي احنا فيها ما قبضش مرتبه بيتصرف المرتب وبيتصرف ما نستطيع صرفه من خلال فلوسنا اللي بره عقد الرعايه لسه في جزء ما تحصلش البث الفضائي لينا فلوس فيه مكافات افريقيا ما لسه ما جاتش مكافات المغرب بطوله كاس العالم الانديه لسه ما جاتش فلينا مستحقات احنا واعدين الناس انها تصرف ولكن السنه دي اللي انا بقوله قدام كل الناس العمال والموظفين في النادي صارفين مرتباتهم بالكامل وصارفين 11 شهر غير ال 12 والله 11 شهر السنه اللي فاتت دي اتصرف 11 شهر هم ليهم 7 في السنه اتصرف 11 ليه اتصرف من الحاجات القديمه القديمه كلها اتصرفت خلاص فاضل في السنه دي مكافاه افريقيا اللي احنا خدناها مكافاه رمضان لا رمضان اتصرف ما خدناهوش مكافاه العيد انما المرتبات بتتصرف يعني اذا كان فاضل 3 او 4 اشهر للعاملين دول هيتصرفوا مجرد ما فلوسنا تجيلنا كويس فده الكلام ده غلط واخد بال حضرتك والكلام ده طبعا ايه يعني الكلام ده موثق انا ما بقولش كلام يعني لديكم من المستندات طبعا ما يثبت هذا طبعا الكلام واللي بيحصل الوقفات اللي حصلت امبارح دي ناس زقاهم عشان تبقى انا عارف يعني انا بقول لحضرتك انا والكلام ده حد يدخل يقول لي ان الموظفين ما صرفوش 11 شهر غير مرتبهم واحنا وعدينهم ان احنا هنصرف احنا ما بنتاخرش عليهم لان الموظفين دول هم اساس النادي الاهلي لا يمكن هناكل حقهم تمام انما بعض منهم بيثار انما حكايه ناس زقاهم دي يعني طبعا لا دي حقيقه نظريه المؤامره يعني لازم يلتزم بمنتخب بمدته كمجلس منتخب الذي كان يستهدف في الاساس تجنب اجراء الانتخابات انذاك حيث كانت البلاد تمر باضطرابات مش عارف ايه لا تسمح بانعقاد الجمعيات العموميه لانتخاب المجلس ده ان احنا جايين طب احنا جايين مجلس منتخب وممدود لنا نعتبر مجلس شرعي
يعني المجلس احنا محددين قالوا لنا حددوا ميعاد انتخابات بعد خلال 3 اشهر من الميزانيه السنويه. الميزانيه 31/12 احنا جالنا جواب من الجهه الاداريه حددنا ميعاد 28 مارس. ايه اللي عملناه غلط؟ ما عملناش حاجه غلط يعني احنا كل حاجه. بس المجلس ده لو انا مش غلطان هو مدته يعني انتهت وتمدله. ما تمدله يعني ايه؟ يعني ما زال في صلاحيه. خلاص احنا حددنا الى حين بقى اجراء انتخابات اللي هي 28 مارس. اللي هي 28 مارس فهو المجلس يعتبر يعني ذو صلاحيه حتى اشعار اللي هو 28 مارس. لم يفي المجلس بالتزاماته تجاه الدوله ومنها عدم دفع مستحقات محافظه القاهره عن ايجار ارض النادي بالجزيره. ارض النادي بالجزيره دي طالع بيها قرار ملكي من زمان بانها حق انتفاع بجنيه. واخد بالك؟ كون انها المحافظه طلعت قرار، محافظه القاهره السابق طلع قرار قبل ما يمشي بيوم وقال ان انتوا لازم تدفعوا مبلغ كذا وكذا وطلع علينا 17 مليون جنيه. هل نادي الجزيره كان عنده نفس المشكله وكسب القضيه؟ احنا ماشيين في قضيه وقفنا الاجراءات اللي كان فيها حجز اداري والى اخره وحولناها في لجنه قانونيه عندنا حولتها في مجلس الدوله وبناء عليه لازم يجمد لحين البت فيها قضاء. فاحنا ما عملناش حاجه غلط. وبعدين احنا النهارده نادي الجزيره كسب نفس القضيه، فهل ده يخلينا نتحول نيابه وان احنا وقفنا ضد الدوله ولا احنا بنحافظ على حقوقنا وبنحافظ على القرار اللي طلع قبل كده ان هو حق انتفاع؟ عايز تقول انه لو نادي الجزيره كسب القضيه يبقى هو كسب. دي سابقه هو كسب. قانونيه ممكن انت تبني بالزبط. عليها بالزبط. بس انا كلامك يعني مع احترامي الشديد ليه ده معناها انه يعني ان العريضه بتاعت الاتهامات كلها موجوده يعني معناها يعني محتاج اسمع وجهه نظر. يا ريت يا ريت حد يدخل معايا كده ويقول لي يبقى في زي من نوع من الديبيت. وبعدين رفض مجلس الاداره قبول اراده الانديه الف عوض اتحاد الكره في التفاوض مع التلفزيون اتكلمنا فيها. صار مجلس الاداره عكس اراده الشعب المصري في 30 يونيو. يعني ايه احنا بنخلي بالك عكس اراده الشعب المصري في 30 يونيو؟ عملتوا ايه بقى؟ انا ده اللي مش فاهم يعني. كان المفروض اخوانه النادي. لا خلي بالك انا جالك 30 يونيو دي احنا النادي دايما بنقول احنا لا بندخل لا في سياسه ولا في دين ومحدش فينا يبقى انفولد او متداخل في اي حاجه كده. ليه؟ عشان احنا النادي الاهلي اولا احنا نادي وطني وانشئ النادي الاهلي 1907 بالاراده الوطنيه. يعني احنا النادي الاهلي مش وظيفته سياسه. ان اسمه النادي الاهلي للرياضه البدنيه. ما قالش النادي الاهلي للسياسه. كويس. احنا كنادي لو دخلنا في سياسه بغض النظر عن 30 يونيو او 25 يناير او 23 يوليو احنا بنتكلم على حاجه ان لو في اتجاه سياسي ما ممكن في الفتره الجايه ممكن نختلف سياسيا بغض ما نكون اخوان او غير اخوان احنا بنختلف سياسيا في اتجاه. لو انا في النادي النهارده دخلت في نقاش سياسي فتت اعضاء النادي عملت مشكله في فريق اي فريق هاندبول لو في النهارده انا دخلت وعملت ندوه سياسيه وقلت كذا وكذا اختلفوا الاعضاء النادي اختلفوا اللعيبه ده مش وظيفه النادي. بس يعني. على فكره انا مش اريها ان النادي الاهلي بيدخل في السياسه وبيتكلم في السياسه. انا اريها ان هناك من الاخبار اللي تناقلتها تقارير اعلاميه عن وجود نجوم كبار ونجوم صغار ينتموا لتيار الاخوان جوه النادي الاهلي وان مجلس الاداره يعلم هذا وهو يغض الطرف عن هذا. انا هرد في النقطه دي. اولا حته الاخوان احنا النادي فيه مجموعه ليها اتجاهات وكان دي من قبل 30 يونيو كان مباح ان انت اتجاهك كذا وكان ده حزب وكان ده انتخابات فيها اخوان وفيها حزب الحريه والعداله انتماءات سياسيه. ما اقدرش يعني ادخل جوه الناس واقول له امشي كده وامشي كده ولكن من يتاجر ومن يزايد بهذا الاتجاه يحاسب. واخد بالك؟ يعني انا النهارده عايز اقول لك حاجه. في بعض قطاعات الدوله فيها ناس اتجاهاتها اخوان. جت هات الحكومه هل شالت كل الناس ورفضتهم؟ ما ينفعش. انت بس كل واحد يلتزم بقى. انا النهارده اول ما صدر من احمد عبد الظاهر علامه رابعه اللي اتعملت في نهائي افريقيا النادي الاهلي خد اقصى عقوبه. حتى بعض الجرايد وبعض الصحف ادانت النادي الاهلي بهذه العقوبه الغليظه. لتغليظ العقوبه. احنا عملنا ايقاف مستحقاته عن هذه البطوله حسب اللائحه ما بتقول. البطوله الافريقيه وقفنا مستحقاته فيها مش البطوله الثانيه. لا البطوله الافريقيه وقفنا مستحقاته فيها. منعناه من الاشتراك في بطوله العالم للانديه في المغرب. عرض اللاعب وعرضه وعلى طول البيع. نعمل ايه اكتر من كده؟ النهارده لو كان اي لاعب ثاني ظهر باي
إشارة لأي حزب تاني كان يتعامل في نفس القصة، لأن احنا ما عندناش لا كده ولا كده. إنما هل في حاجة ظهرت بعد كده؟ مفيش حاجة ظهرت. هيجي بقى يقول لك حد تصور، يعني خلي بالك احنا مش ملايكة، واحد تصور بصورة، واحد مش عارف عمل ايه بيحاسب. إنما الاتجاه الأساسي إن احنا ما بندخلش في حاجة زي كده، وما ينفعش في تنبيه اللي هيصدر منه حاجه. وادي كانت المثل احمد عبد الظاهر، فدي حاجه يعني 30 يونيو بقى احنا كلنا يعني مش عايز اقول انتماءاتنا ايه، ولا عشان زي بيقولوا ان احنا بتخش، ولكن احنا ما فيش دور نلعبه واضح في السياسه. واخد بالك؟ طب اسالك سؤال، لان قربنا نختم بسرعه كده. انا عارف ان انت عندك مجموعه الحقيقه من الاتهامات، بس مجلس الوزراء على حسب معلوماتي بيدرس القرار الان. يا ريت يبقى في دراسه. يعني انا عايز اقول قرار طاهر ابو زيد، من ضمن انا عايز اقول حاجه، من ضمن الحاجات اللي انا بقول انها شخصيه، هل يعقل ان النادي الاهلي طول عمرنا احنا مش اول مره نلعب افريقيا يعني وفي كل الالعاب احنا واخدين بطوله افريقيا هاندبول وفوليو وبتاع، يعني طبعا كل البطولات دي او كل الالعاب دي بناخد فيها دعم معتاد من وزاره الرياضه على في السفريات يعني انا بسافر السفريه بتكلف لي نص مليون جنيه في الوقت اللي انا فيه ده اجيبهم منين؟ فبيدونا دعم 150,000 200,000 خدنا طياره خاصه احنا رايحين الكاميرون في الدور قبل النهائي ما حدش دعمنا فيها، وكنا دافعين فيها اكتر من 100,000 دولار 110,000 دولار ما حدش دعمنا فيها. توقف الدعم من مجرد ما كابتن طاهر ابو زيد مسك الوزاره. بتربطه ربط صريح اشمعنى بوجود طاهر ابو زيد في وزاره الرياضه؟ الدعم طول عمره ماشي. ايه اللي وقف الدعم؟ طيب ده حاجه ثانيه، معلش ثانيه واحده. انت النهارده بتاخد مكافاه معتادة 1,000,000 جنيه لما بتاخد بطولة افريقيا من ايام المهندس حسن صقر واي حد، وبناخد 1,000,000 جنيه دي. حصل ايه؟ ما خدناهمش. نادي الزمالك خد 500,000 جنيه لما خد كاس مصر. النادي الاهلي ما خدش 1,000,000 جنيه المعتادة اللي هي اللائحة بتقول، ما خدناهاش لما خدت بطولة افريقيا، ما خدناهاش لغاية دلوقتي. النادي الاهلي ما جدوش بوكي ورد من الله يعني احنا اتكرمنا في دبي الشيخ محمد بن راشد جائزة الابداع الرياضي، النادي الاهلي خدها على مستوى العالم ان احنا نادي حقق انجاز في ظروف غير عاديه. انا لسه كنت في نيجيريا الاسبوع اللي فات، استلمت جائزه بالنيابه عن النادي الاهلي، جائزه احسن نادي في افريقيا من الاتحاد الافريقي. فانت عايز تقول ايه؟ ان احنا بنتكرم بره، ان انت بتكرم بره مصر، ما بنتكرمش جوه. جوه مصر وما زلت مصر على حاجه تانية، الدعم في خلال الخمس سنين اللي فاتوا احنا مصاريفنا 700 وشويه مليون او 800 مليون الدعم اللي خدناه في خلال الخمس سنين 7 مليون وشويه، اقل من 1%. واخد بالك؟ الحاجه المهمه بقى اللي الناس لازم تعرفها، الحته بتاعت المخالفه الكبيره اللي احنا متحولين عليها نيابه، اللي هي الاعانه الانشائيه. احنا لما بناخد عضويه جديده ال 120,000 جنيه دول بيقال انها اعانه انشائيه. مسمى. دخلنا قال لك انتوا بتصرفوا في بند غير مخصص، يعني احنا صرفناها على اللعيبه، صرفناها على الالعاب الثانيه، صرفناها على النادي. كويس. ما صرفناهاش مش كلها في الانشاءات. طيب النهارده لما انا بصرفها في حاجه غير الحاجه، اولا لما رجعنا بالمستندات لقينا ان بعض السنوات ما كانش اسمها اعانه انشائيه، كان اسمها رسوم التحق، فما كانش يعني غلط من وزاره الرياضه انها غلط كبرت المبلغ اللي هو 324 مليون جنيه وانما صرفت في جوه النادي. الجمعيه العموميه اعتمدت هذا الصرف على مدار السنوات اللي فاتت. هل الفلوس دي اختلست؟ لا. الفلوس دي صرفت فين؟ انا عايز اقول حاجه، في خلال كام سنه دول الاشتراكات بس اللي هو عايزنا نصرف منها على النادي كانت 58 مليون جنيه في خلال 10 سنين، في حين مرتبات بس 198 مليون جنيه مرتبات العاملين. طيب القطاع الرياضه 300 وشويه. عندك مستندات؟ عندنا مستندات. اذا ستقدم الى اجهزه التحقيق وعلى النيابه العامه او على المتضرر زي ما بيقولوا اللجوء للقضاء. انا بشكرك جدا على هذا الحوار. ومفيش شك ده استاذ خالد الدرندلي عضو مجلس اداره النادي الاهلي اللي حلوا قرار وزير الرياضه طاهر ابو زيد، اللي بعد كده تم ايقافه بموجب قرار اخر من رئيس الوزراء الدكتور حازم البيبلاوي. بشكرك وبتمنى لك التوفيق وربنا معاكم. شكرا. أنا في الختام بس بوجه الشكر لتفاهم المسؤولين بالدولة على موقف النادي الأهلي. ربنا يسهل. وأنا بشكرك على وجودك في مصر الجديدة، وعايز أقول إن الموضوع لم يسد الستار عليه بعد، لأن إحنا بصدد إنه رئاسة الوزراء بتدرس قرار طاهر أبو زيد اللي أعلن
عبر بعض المواقع الإخبارية أنه هيتقدم باستقالته صباح غد الحد 19 يناير. الحوار ده من وجهة نظر واحدة وهو وجهة نظر خالد الدرندني الممثلة لمجلس الإدارة المنحل، وينقصه أنه يبقى فيه رد من الطرف الآخر وهو طرف وزارة الرياضة الممثلة في وزير الرياضة طاهر أبو زيد. ما كانش ينفع في وقت الحوار على الهواء مباشرة أن احنا نتصل به، لم يكن متاح، حاول فريق الإعداد بس ما نفعش. على كل حال تطورات الأزمة هنتابعها معاكم في مصر الجديدة. شكرا على المتابعة، شكرا ليك، إلى اللقاء.